عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية اجتماعا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة. أشار محافظ القاهرة خالد عبد العال إلى أنه يوجد فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات، حيث سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذي تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشية ناصر.